طبعا من كربونات الخليج يا اخواني عالم متجدد، كربونات فورست ريفر، كربونات معروفه في 450 سوبر ديوتي، ثلاث كاميرات موجوده، الجنريتر 5500، توسعتين. طبعا يا اخواني هذا كرفان الشعب اللي احنا نسميه كرفان، طبعا مع ثلاث كاميرات ومع توسعه ومع مظله ماتيك، نظام الستور فيه. طبعا سامحوني يا اخواني بني شرح شرح تفصيل وممل، طبعا هذا الكرفان نقطه لنا كامله في نظام الستور. الستور الكبير، هذا الستور الكبير، نشوف الكربون من الداخل. طبعا مثل ما تفضلتم يا اخواني الكربون موديل 2020، ويحبكم للسؤال السعر 335. نشوف الكربون من الداخل، طبعا انت تقدر تختار الالوان الداخليه، تقدر تختار الالوان الخارجيه، اثناء طلبيتك للكرفان تقدر تختار اي شيء، اللون هذا ما يعجبك تقدر تغيره، تبغي الوان، تبغي اي لون انت تبغيه داخلي وخارجي، انت حر في التحكم. طبعا عندنا التلفزيون بنظام 12 فولت، عندنا نظام السدات الداخليه، في نظام السدات الداخليه الشبريه اللي هي فوق السايق، إذا كانوا صغار تكفي حق 3 إلى 4، وإذا كانوا كبار تكفي حق 2. وعندنا هني الكرسي، طاولة الطعام، المطبخ، الثلاجة، وعندنا التلفزيون الداخلي. طبعا في حال نحن ضاربين خط طويل وحبوا الصغار يقعدون في هذا المكان يقدرون يقعدون في هذا المكان، ونرفع الشبريه اللي فوق ويكون عندنا تلفزيون يقدرون يقعدون فيها الصغار، يعني عندهم اكثر عن مكان يقعدون فوق ولا يقعدون في غرفه النوم. نحن نقول اثناء المشي لما التوسعه تسكر تقدر تستخدم الكرفان بكل اريحيه. طبعا كلها غرف معزوله، اذا بغينا نعزل هذه الغرفه عن الماستر روم نقدر نعزلها بهالطريقة، كلها فيها نظام العزل. عندنا غرفة النوم نقدر نعزلها بهذه الطريقة، وبالإضافة إلى التلفزيون الداخلي. طبعا لما نركب الساتلايت عندك الأربع تلفزيونات شغالة، نظام الستور، ما شاء الله كرفان الشعب. هذا الكرفان العائلي. طبعا احنا عرضنا لكم، طبعا في كرفانات الخليج مجموعة كبيرة من الكرفانات، اذا تبغي كرفان ال 24 قدم 26 قدم، انواع اشكال من الكرفانات، انت تختار، انت تشكل الكرفان على كيفك، انت تختار الالوان الداخلية، انت تختار الالوان الخارجية، ما عليك الا توصل عندنا وتختار الكرفان اللي يعيبك، وافضل الاسعار، والله افضل الاسعار. وشكرا لكم على حسن المتابعه، ومع كرفانات الخليج، مع السلامه.